هداية. فإذا أردت كرم الله سبحانه وتعالى فتعرض لقراءة القرآن وأكثر من قراءة القرآن حتى يكرمك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وهذا مشاهد اليوم، تجد كل من يقبل على القرآن سبحان الله يوفقه الله عز وجل ويعينه ويجعل حياته موفقة مسددة معانة ببركة القرآن العظيم، يوفقك الله سبحانه وتعالى. وهذا مجرب، والناس تعرف هذا من واقع التجربة. يقول أجد هذا ببركة القرآن، أجد هذا في حياتي، في أسرتي، في بيتي، في مالي، في عملي، في صحتي. فقراءة القرآن العظيم لها أثر كبير. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أليس هذا كرم من الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا تجارة لن تبر؟ أليس هذا عطاء عظيم؟ عشر حسنات لمن قرأ حرفا واحدا من كتاب الله ولو كانت في ألف لام ميم. هذا كرم الله سبحانه وتعالى وعطاؤه. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.